شفت الخراب بيجي منين؟ خد اخته وخد مراته، لسه يعتبر لسه عريس. اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضيه دي اللي هي غريبه جدا، وخاصه ان هي سريعه، يعني دي اسرع قضيه. يعني انا ما اعرفش، يعني الواحد في فتره الشباب، وكلنا يعني اي فتره بيمر بها الشاب بيبص، صحيح النظره سهم من سهام الشيطان، سهام من حرام، لكن بنبص، فشيء طبيعي الواحد يقعد يبص ويعاكس ويحاول ان هو يكلم واحده في التليفون ويحاول يعمل لقاء وشات ماشي ماشي، لكن بعد الواحد ما بيتجوز الامور بتهدى. يعني انا لما الواحد ايا كان اي شخص لما يتجوز، هل بيبقى زي ما قبل ما يتجوز؟ هل بيزيد مثلا نظرته للنساء اكتر؟ هل شهوته بيزيد اكتر للنساء بره؟ هل بيحب ان هو يغلط بره، يعك بره؟ الله، هو الواحد بيتجوز مش عشان يقولك عشان يصون نفسه، الواحد بيتجوز عشان يصون نفسه، عشان يعف نفسه، عشان ما يبصش بره، عشان ما يعكش بره، عشان ده حرام اصلا. لكن هنقول ان الواحد يقول لك زي هو شباب وبيغلط، ماشي. طب شباب وبيغلط، طب بعد ما يتجوز ايه عذره؟ مالوش عذر. كان في الاول يقول لك ايه، شباب طايش لسه ما اتجوزش بقى، والبنات وتعرف البنات وبتعمل. ايوه يا سيدك، ليه اتجوز خلاص؟ ما دام اتجوز خلاص ما فيش عذر، ما دام اتجوز ما فيش عذر، ايه اللي يخليه يبص بره؟ المهم تعال نحكي القصه دي. بنت اسمها نهله، عندها 22 سنة، اتقدم لها واحد اسمه محمد، زواج تقليدي كلاسيك خالص، دخل البيت من بابه، شافته وشافها، أعجبوا ببعض، قالوا خلاص احنا موافقين على الجواز. فترة الخطوبة ما طولتش، فترة الخطوبة 5 شهور، 5 شهور أول عن آخر. درسوا بعض في ال5 شهور، عرفوا بعض، استريحوا لبعض، خلاص ألف مبروك، اتجوزوا. أسرة النهلة دي كانوا بيعاملوا محمد ده زي ما يكون واحد منهم، بالعكس لما حتى كان بيزعل البنت كانوا بيجوا عليها هي وينصروا محمد، رغم ان هي احيانا بيكون عندها حق، لكن اهلها كانوا بيجوا مع محمد ضدها هي. ايوه جوزك اللي صح، اسمع كلام جوزك، انت دايما كده على طول، جوزك هو اللي 10 على 10. بتقول كانوا بيحبوه حب غير عادي وكانوا دايما بينصروه. لكن انا لاحظت فيها بالنهلة بتقول، بحس في بداية زواجي بقى ان هو بيبص لاي ست، اي ست كبيره صغيره يبص لها، يبص على جسمها ويقعد يفرزها، يعني بتقول لك بيفرزها فرز كده. فانا كنت بقول له يا محمد اخواتي لاحظوا والناس كلها لاحظت وانت ماشي وانت قاعد بتبص على اي ست سواء كبيره ولا صغيره ولا شابه، بتبقى قال لها انت عينيك وحشه وانت على طول كده ظلماني، ده انا متجوز انا لسه ما كملش على جوازنا حاجه، وانت ابتدى يبسفها ويخليها تتأنب ان هي قالت له انت بتبص على الستات، رغم ان هو فعلا كان بيبص على الستات. المهم هو كان على طول حياته عند بيت اهل مراته على طول، واخد مراته وقاعده هناك على طول، وكان اخوها هناك قاعد وابوه مقعده معاه، فلقت ان هو بيبص على مرات اخوها باستمرار، وابتدى يهزر مع مرات اخوها ويشرب الشاي ويقول لها لا هي اللي تعمل، مرات اخوها يعمل الشاي، لا امي يا سميه انت اعملي لي الشاي، انا اسمها سميه، امي اعملي لي الشاي انا هشرب الشاي من ايدي. لاحظت ان هو بيلاغيها، بيلاغي مرات اخوها وبيكلمها. المهم الزواج ده كله استمر كام؟ سنه ونص، يعني 18 شهر. يعني لسه يعتبر لسه عريس. سنة ونص متجوز لسه. فجأة لقوا مرات أخوها جاية بتقول لها على فكرة يا نهلة، قالت لها أيوة يا حبيبي. قالت لها أنا هتطلق من أخوك. تطلع من أخويا؟ ليه زعلك؟ قالت له من غير زعل. طب أنت عندك 3 عيال. قالت لها هاخدهم. حاولوا يعرفوا من مرات أخوها إيه السبب فيش. حماها حماتها جوزها نفسه يقول انا عملت ايه؟ انت طالبه الطلاق مني ليه؟ قالت له اطلقني ولا اخلعك. وصلت الخلع، انا زعلتك فيه؟ قالت له هو كده، انا عايز اطلق. قال له خلاص تتنزل عن حقوقك. قالت له مش عايزاه، الفرش والدفع سيبهم لك. قال له والعيال تسيبيهم؟ قالت له هسيب لك ال3 عيال. الناس استغرب، الزوج مستغرب، هسيب ذهابها وتسيب فرشه وتسيب عفشه وتمضي على تنازل عن كل حقوقها ونفقتها؟ قالت له ايوه. وسيبي ولادك؟ قالت له خدهم لو عايزهم. ايه ده يا بنتي، انا ضربتك؟ انا شتمتك؟ انا عايرتك؟ انا عملت حاجه قبل؟ عايز اطلق ليه؟ هو عايز اطلق وخلاص. طب ده احنا سعد، ده احنا اسعد زوجين، ده احنا عمرنا ما اتخانقنا في حياتنا، ده انت عمرك ما رحت بيت ابوك زعلانه. قولي لي عايز اطلق ليه؟ عايز اطلق وخلاص. الواد يروح لابوه ولامه، ايه السبب؟ يقول له والله يا ابويا ما اعرف، والله يا ما عملت لها حاجه، يا ابني ضربتها، يا ابني انت، يا ابني شتمت. حتى لو ضربها ولا هانها ولا شتمها، ما
في واحده تقول لا طلقن وتنزل لك عن كل حاجه، عن فرش وذهب ومستحقاته كلها وكمان ولادها مش عايزاهم. ايه ده؟ يروح لامها وابوها يمسك يا بنتي مالك مش عايزاه. طب اتطلق هتطلق. طب تسيبي حاجك ليه؟ عشان يطلقني بسرعه. هتنزله عن كل حاجه مش عايزه حاجه. يا بنتي فرشك مش عايزاه، ذهبك مش عايزاه، ولادك مش عايزاه. الله ايه اللي حصل؟ هو حصل فيه ضربك لا، شتمك لا، هطرك لا، زلك لا، اما هو عايز يطلق وخلاص. يقول له خلاص يا ابني حسبنا الله ونعم الوكيل، طلقها. قال له اخر كلام ده؟ قالت له اخر كلام يا محمد؟ قال له خلاص انت طالق. طلقها وخد العيال وهي تنزلت عن كل حاجه. وعدى شهر اتنين تلاتة فترة العدة بتاعها، وبعدين لاقي زوجته نازل من عمارة. ازيك عامل ايه؟ قال له كويس. قال له بتعمل ايه هنا؟ قال له لا والله ده كان واحد صاحبي بعد عليه هنا وبتاع. ما خدش ولا عطا. جوز اخته نازل من العمارة مفيش مشكلة عنده واحد صاحبي. روح البيت اخته بتقول له عملت ايه؟ قال له طلقتها خلاص يا ساتر. قال هي اللي صممت على الطلاق. وادي ورقه التنازل عن كل حقوقها، سواء حقوق فلوس او ذهب او لبس او فرش، هي طالعه بجلابيتها. وهذا التنازل بتاع اولادها. الله زعلان جدا. وقعد 3 شهور كل شويه يطلع الورق للناس يبينه، ادي الفرش والتنازل والتنازل والتنازل. كل ما حد يزورهم في البيت يا ابني عملت ايه؟ يقول لك ما اعرفش، ادي التنازل مضيت لي عليه وادي التنازل. ليه عملت ده كله؟ ما فيش ست تعمل كده. قال على فكره يا نهل. قالت له ايوه يا اخوي. قال لها جوزك محمد كان نازل من عماره من كام يوم بساله، قال عند واحد صاحبه. قالت له والله لا اعرفه يا اخويا ما بيقوليش على حاجه، بس انا ملاحظه اليومين دول بيبيض بره وهامل بيته، وكل ما اقول له على فلوس يقول لي ما فيش، ما اعرفش الموضوع. لا يا اخويا بيبات بره، هو اكون بيبات في الشقه دي، واخد شقه هنا ولا مصبته؟ قالت له بسال. راح سال البواب، هو استاذ محمد ابن فلان وفلان. قال له ايوه يا باشا ده عريس جديد. عريس؟ قال له ايوه والله ده متجوز في الدور الثالث الشقه رقم 6. فاتصل باخته قال له انت جوزك ده بيقول لي انه اتجوز. اتجوز فين؟ قالت تعالى انا في البرج ده. ركب التاكسي وراحت له، جت اخوها مستنيه. طلع فوق خبط على الباب، مين بتفتح له؟ مرته. مرته يعني هو خلى الست تثبت جوزها وجوزها هو، وهو ما فاتش على جوازه سنه ونص. محمد متجوز البنت ما عادش غير سنه ونص مع مراته، وعينه زاغت على مرات اخوها. مرات اخوها واقنعها انها تسيب كل حاجه ويتجوزها هو. خلى الست تسيب عيالها الثلاثه وتسيب جوزها وتسيب فرشها وذهبها عشان يتجوزها. تخيل واحد يخبط على الباب يلا اللي بتفتح له طلقته، اللي اتطلقت منه وسابت كل حاجه وجوزت مين؟ اتجوزت جوز اخته. جوز اخته هو محمد. يعني دخلوا بيته وجوز اخته وخطف مراته. يبقى متجوز يعني. تخيلوا محمد ده خد اخته وخد مراته. خد اخته اتجوزها وخلى الراجل طلق مراته واتجوزها. شفت وصل الجرأة قد ايه؟ وقلت مثلا اقول استمرت الجوازة 20 سنة ولا 15 سنة، الجوازة سنة وست اشهر. وراح لاف على مرات اخوها وخدها. واقنعها تتنازل عن كل عشان يتطلق بسرعة عشان يتجوزها بسرعة، مش قادرين. عايزين يبقوا الناس ده اكنه شاب لسه عازب مش متجوز بقاله سنة ونص. ضربوا بعض طبعا. وصل الموضوع للقسم وتحرر محضر. والزوجه وطبط عليهم هما الاثنين طبعا. والزوجه راحت محكمه الدنانير اسمها الزنانيري ولا اسمها ما اعرفش، وطالبه الخلع. ليه؟ لما انت متجوز بقالك سنه ونص تبص على مرات اخو مراتك ليه؟ ده زوجة واحد يعني راجل هو اللي قال لك يعني انت رحت لما رحت طلبت يد مراتك خدتها من اخوها ومن ابوها، قمت لوفة على مراته وتاخدها وتخليها تسيب تلات عيالها وتخرب بيت، وكل ده ما فاتش على جوزها غير سنه 19 شهر 18 شهر سنه وست اشهر. واديك انت والزوج في السجن.
والزوجه بتطلب الخلع. يعني كل بيته اتخربت، دخلت خربت بيت وادي بيتك اتخرب. شفت الزوج لما يكون عينه زايغه بيعمل ايه؟ شفت الخراب بيجي منين؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.